تحتضن تونس يوم غد اجتماع كبار الموظفين حول الدعم الدولي لليبيا بمشاركة 40 دولة عربية وغربية وممثلين عن 15 مؤسسة مالية ومنظمة إقليمية ودولية متخصصة. وقالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان لها أمس إن هذا الاجتماع سيكون فرصة للتأكيد على دعم الشعب الليبي ومساعدة حكومة الوفاق الوطني على جميع المستويات.